في موضوع آخر، أشادت فرنسا بالتزام المغرب بتسوية قضية القاصرين غير المرفوقين في أوروبا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا تشيد بالتزام المغرب الذي عبرت عنه التعليمات الملكية الصادرة في الأول من يونيو بشأن قبول عودة القاصرين المعزولين من أصل مغربي الموجودين على الأراضي الأوروبية. وأبرزت أن المغرب شريك أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بمسألة تدفقات الهجرة، معربة عن أمل فرنسا أن يستمر هذا التعاون ويتعزز.